طبيعتك عيطتك في الجاسوس وقتها كانت عندك التزامات اي ما نجمتش. كانت كورونا وما نجمتش نصور وقتها في لبنان وسنة جيت شو اللي حمسك باش تكون حاضرة في دار السمع؟ الحقيقة ربيع شو كلمة السر اللي قالها لك؟ هو مش كلمة سر، ما هو خاطرنا من الأول كي قريت دور سمرة كلي هيك شوية قلت كيفاش انا مانيش الغول شوية هكا صعيب شوية متاع رقاصة وكل، دونك قلت مانيش بالك ما نجمش نقدو يا اخي. هو قعد الحقيقة قعد يقف معايا، وقف معايا برشا في الكلام وساندني برشا وعطاني كونفيونس على الاخر في روحي، وقف معايا في التصوير زيدا كل ستيل، عطيني وقت. خوفك الدور؟ الحقيقة خوفني خاطر في تونس نحنا مش نوري وجهي من الاول باش تقعد معناتها بأسبوع هاي الرقاصة جات الرقاصة مشيت. صحيح، دونك ما لقيتوش، لقيت فيه تمثيل ولقيت فيه برشا خدمة ولقيت فيه ما لقيتش فيه اللي هو دور متاع الرقاصة، فهمت؟ دور قلت لي انت خوفني. هو من الاول كي تسمع دونسوز وكل تقول يظلي فيه كان شتيح وكل شيء، على كل جملة صحيح هي فيها شوية معناتها في اللي باش تظهر في الكاباري وكل، مي هي فيها برشا تمثيل وفيها أكشن وفيها ضرب وفيها وفيها فيها حاجة مهمة وكبح ذيك عزيز عزيز فيها، وانت ساهمت في الكتابة فيها تناقض ما بين الضحكة والبكية فرد وقت، انها يلزمها تشتح لكن هي تشتح باش تعبر على الألم او باش تخرج من الألم، يمكن هذه الحاجة اللي تطلب تمثيل، ما تنجمش تجيب مجرد رقاصة بين ظفرين معناتها باش تأدي الدور كرقاصة حاجتي برقاصة. هي الشخصية من الأول ديجا شخصية سمرة معقدة، علاش؟ خاطر هي تحب ليما ومخبي عليه اللي هي تخدم في الديار، دونك هذاك ديجا هو فطن بها وراها تخدم في دار معناتها راجل مسلم. كبير تنرفز يسخايب، هو حاجة أخرى مشي في مخه هي خانته خانته، دونك هذاك علاش هي صارت لا سيباراسيون ديجا. أي أما لهنا شو مخيبة سيباراسيون بتاع سمرة ماشية وهي مظلومة خاطر هي حاجتها بفلوس تخدم في خدمة شريفة مريتو مش تخدم في خدمة نتاع، دونك هو ليه ما مشى المخ مشى لبلاصة أخرى. أي وهو سمرة ما حبش تقول له ليه هو مش يعطيه فلوس خاطر هو يعمل يسرق ويعمل بركاجات، خافت عليه. انك تكون موجوده مع نصر الدين السهيلي في ليزاكس، ونصر الدين معناتها فما اشاده كبيره بالاداء نتاعو وغول نتاع غول نتاع تمثيل، وهو مخرج كذلك، يسيبك بارتباك على الاقل ارتباك اولي. الحقيقه نصر الدين هو عطاني باور اللي انا ما كنتش فيا خرجها فيا، لوك هو ممثل وقتها ينجم يعمل لك حاجه، اما وقت تجي باش تجي السيكونس بيني انا وياه يدزني معناتها يعطيني انرجي قويه برشا. ما المقارنات تخاف كلاها كلال الشاشه، ونصر الدين راهو ياكل الشاشه. بون الحقيقه كيما فتحي هداوي هذوما الناس اللي ممثلين كي يقفوا قدامهم يخافوا، يقول لك راهو باش نخف قدامه راهو ياكل الشاشه يغم. الحقيقه ما فكرتش كي كمان انا وقتها قلت باش نعمل الدور نتاعي وما فكرتش شكون باش ياكل الشاشه ولا زوز نعمله في نفس السين معناه.